80 مصابا بالفيروس التاجي من أصل 100 شخص خضع للتحاليل، رقم صادم أقرته مراكز الكشف في وقت يعيش الفيروس أوجه بعد تجاوزه عتبة الألفي مصاب، أمر دفع الجزائريين للإقبال على المراكز المختلفة لإماطة الشك حول تعرضهم للوباء من عدمه. على حسب الروتور تاعنا وبارابور واش نديرو كوم تيست بي سي ار ولي تيست أنتيجينيك والمعاينة تاع الأطباء في الميدان اللي اسمع على حسب التشخيص، احنا عندنا ليستيماسيون دور في 80%. سي نورمال كاين اقبال كبير وهايل بارابور واش كنا نشوفوا عندها ايامات من قبل. قياسا وهذه الارقام، يعد سعر التحاليل عقبة في وجه المواطن البسيط الذي لا يستطيع سداده بناء على الظروف الراهنة، ما دفع به للمطالبة بمراجعته في أقرب الأجل. الغاشي يخلص 18، كان لي 18 ما يلحقش، عنده ولادو مراد، مرتو مريضه مع الدواء مع الفيزيتا 200 ميل، لازم لي بري لازم شويه يهبطوا. الصالح تاع تيست سيفري انا ديجا ذاك النهار هدرتها هذيا وفت عليها، كي يكون لك الدخل تاع الرب العائله يكون الصالير تاعو ما فاهم يلحقش 15 ميل دينار، على الاقل راهم يمرضوا له ثلاثه اربعه في الدار، ما يقدرش يجوز في ثلاثه ولا اربعه يدير لهم تيست 3500 ولا 3000 دينار بزاف. هادي هم يقولوا يحكم بزاف لي بيبي هاد الصغار هادو، ماشي ميني با فيريولون بزاف هكا قاصح وكلش، مي بصح انا نقولوا حاجه، كاين الظواليم ما يقدرش. امام ارتفاع اعداد المصابين واقبال المواطنين على مراكز التحليل، تبقى الوقايه ولا شيء غيرها السبيل للخروج من ازمه صحيه تلوح في الافق.